البيوت الطينية في مدينة العين تختلف من نوع لآخر، منها البيوت الصغيرة ذات الحجر معدودة، أو منها البيوت الأكبر حجم وتحوي بعض الأحيان أبراج، بالإضافة إلى المساجد والقلاع والحصون. طبعاً تتميز هذه البيوت الطينية في العين باستخدامها مواد من البيئة المحيطة، فنرى استخدام الطوب الطيني اللي يستخرج طبعاً الطين من الأماكن القريبة حول المبنى، كذلك يستخدمون اللي هي مواد النخيل الموجود بكثرة في هذا المكان بحكم واحات العين المختلفة. طبعا يستخدمون هذا النخيل في عدة جوانب، منها المعاريض أو جذوع النخيل لعمل الأسقف لهذه المباني، ويستخدمون جريد النخيل ما نسميه احنا الزور لعمل الدعون. هذه الدعون توضع فوق المعاريض أو جذوع النخيل، ثم يكسى بطبقة من الحصير، والحصير هو طبعا اللي يستخدم من جريد النخيل أو ما نسميه حاليا الخوص، وهو سف الخوص مع بعض ووضعه فوق الدعون. فنلاحظ هنا استخدام الناس في ذلك الوقت مواد من بيئتهم المحيطة أو البيئة المحلية اللي هم عايشين فيها، واعتمادهم على المصادر الموجودة منها سواء في بناء بيوتهم الطينية أو سواء في معيشتهم اليومية من حيث قوتهم اليومي أو من حيث صناعات أخرى يستخدمونها في حياتهم اليومية.